معايا على الهاتف الخبير الاستراتيجي المعروف اللواء أركان حرب ناجي شهود. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير أستاذ محمد، أهلا بيك وأهلا بزملائك في الاستوديو ومن دعاني للتواصل مع حضرتك، وأهلا بالسادة مشاهدي قناة المحور في كل العالم. ما معنى مناورة قادر 2021 وإحنا كان عندنا مناورة قادر 2020؟ القادر المناورات طبعا كل مناورة بتسمى باسم بيديك مدلول انت رايح لفين، في مناورة حماية، في مناورة حسم، في مناورة قادر. العشرين عشرين وعشرين واحد وعشرين مرتبطة بالتوقيت اللي تمت بيه قادر. انا بقول لشعب مصر، يا شعب مصر ما تقلقش، اي هرتلة واي كلام فارغ بتسمعه واي تهديد عابر واي سفالة من اي دولة ومن اي جهة ما تقلقش يا شعب مصر، انت مكلف قواتك المسلحة. هقاطع حضرتك النهاردة بعد هذا الافتتاح، كل المصريين على صفحاتهم حسوا بده وعبروا عن ده. الشعب المصري من حقه يطمئن ان له درع وسيف، الشعب المصري من حقه يأمن انه ساعة ما يدي اوامر للقوات المسلحة هي جاهلة للتنفيذ، مش هتقول له استنى لما ذاكر وما راجع الموقف ايه واشوف الدنيا وابقى نفذ. لا، القوات المسلحة لا تملك هذه الرفاهية، القوات المسلحة عندما تؤمر يتنفذ في لا زمن ايا كان المكان والتوقيت. عشان كده ده اللي بيطرد وبتتكلفه القوات المسلحة سواء مصروفات او تكاليف او اعداد او تسليح عشان تقدر تجاوب على اسئلة المصريين، وكلها اسئلة ترتبط بالامن القومي المصري. عشان كده ده التجهيد المسبق والاعداد المسبق في الاتجاهات الاستراتيجية الاربعة، شرقي وغربي وشمالي وجنوبي. ما يتقال قادر 2021 بقول للشعب المصري اطمنوا، والله انا بفضل الله القوات المسلحه جاهزه تنفذ اوامركم، وبالذات انتم ما بتطلبوش المستحيل. عمركم يا شعب مصر ما طلبتوا انكم تمد ايدكم على دوله جار، تمد ايدكم على فلوس حد، على بترول حد، على ثروات حد، على ارض حد. عمركم يا مصريين ما طلبتوا هذا الامر، لان عقيدتكم واديانكم وربايتكم وقيمكم ترفض هذا الامر تماما. انما ورغم هذا انا ما حدش يقرب مني، اللي يقرب مني هيدفع الثمن. في المقابل ماذا يعني تعدد انشاء القواعد العسكريه؟ طيب تسمح لي اتكلم باعتباري جغرافي. اتفضل. والجغرافيا بتقول لك ايه يا استاذ محمد؟ طبعا ارجو تتحملني النهارده. اتفضل اتفضل، احنا النهارده انا بعتبرها احتفاليه لان انا مبسوط. طيب. كمواطن سعيد وفرحان وفخور. المدهش يا استاذ محمد ان انت لك قبول عند الناس من ضمن رزقك الواسع ان ربنا مديك قبول. دي دعوات ام الله يرحمها. الله يرحمها ويحسن اليها، ما يحرمك من بركه دعائها ابدا. الله يخليك. وانا بقولها لك على الهوا بصراحه يعني. وانا بقولها لك على الهوا بصراحه، انا ماشي ببركه دعاء ابويا وامي الله يرحمهم، انت من حقك تفخر بهذه الام. الله يخليك. اللي دعت لك وانت ماشي ببركه دعوتها يا حبيبي. الله يخليك. بس بدعو الله الناس تتحملني النهارده شويه. فضل. ارجع للجغرافيا. الجغرافيا هي اللي بتتكلم موقع مصر الجغرافي بشكله وموقعه على ناصيه بحرين. متوسط في الشمال واحمر في الشرق. نعم. بحدود بحريه تتجاوز ال 2000 كيلومتر وحدود بريه تتجاوز ال 2000 كيلومتر. منها على البحر المتوسط 1000 كيلومتر. كان زمان قاعده اسكندريه البحريه وابو قير تكفي لتنفيذ المهام، لان التهديدات والتحديات في العصور السابقه كانت تكفي القاعده دي ان يتنفذ المهام والقطع البحريه تطلع وتتحرك وتنفذ مهامها بهدوء شديد، كانت التهديدات تتوائم مع هذا التمركز. نعم. التهديدات اتغيرت وبقت القذارة والسفالة فوق ما تتصور يا أستاذ محمد، سواء في الهجرة غير المشروعة، سواء في الإرهاب، سواء في هجرة البشر، سواء أو بلطجة الدول يعني بلطجة الدول، سواء في أن أنت ما كانش عندك ثروة اقتصادية فما أنتش محتاج تأمنها، أما بقى في ثروة اقتصادية في البحر المتوسط بقيت محتاج تأمنها. من هنا كانت التمركزات البحرية اللي موجودة في البحر المتوسط يجب أن يعاد التفكير في أماكن والقواعد اللي ممكن تنطلق منها وتلجأ ليها عند الحاجة. تلاقي العريف جاهزة للاستقبال، بورسعيد جاهزة للاستقبال، اسكندرية جاهزة، مرسى مطروح جاهزة. طيب ما بين مرسى مطروح وما بين الحدود الغربية في السلوم
قد تصل الى 240 270 كيلو جايز. طب ما بين القاعده الرئيسيه اسكندريه والسلوم اللي هي راس التين والغرب في السلوم قد تتجاوز 400 500 كيلو. طيب هل انا محتاج في هذا الاتجاه قاعده وليه؟ القاعده اللي متواجده هنا مهما صرفت وكلفتني في البدايه للانشاء انما هتوفر عليا في تحريك القوات وساعات التشغيل وساعات العمل للمعدات اذا اعيد تمركزها في هذا الاتجاه، وبقت جاهزه لتامين مياه الاقتصاديه والاتجاه الاستراتيجي الغربي. مياه الاقتصاديه دي انا مشترك فيها مع قبرص ومع اليونان ومع تركيا في منطقه ضعيفه جدا. نعم. هل انا محتاج قطع بحريه جاهزه عشان تؤمن الشركات العامله في هذه الارض وهي شركات دوليه ومتعارف على حتميه تامينها؟ ايوه. هل حد ممكن يعتدي عليا؟ اللي يفكر يعتدي عليا من الاول انا بقول له ما تقربش من الكهرباء، لان انا ايوه مؤدب جدا ومتربي جدا وقوات مسلحه ملتزمه جدا وشعب متربي قوي قوي، لكن اللي اما قالوا اتقي شر الحليمي اذا غاضب. اذا المصريين غاضبوا وخرجوا من غضبتهم انت لا تامن رد فعلهم، وما تنساش الاخوان واللي اتعمل فيهم. اما المصريين اكتشفوا الهباب اللي بيهببوه، صحيح، المصريين اكتشفوا ان البلد بتتسرق وعملوا فيهم ايه. طيب من هنا كان الانتشار في هذه الشريحه الخاصه الالف كيلو اللي على البحر المتوسط عشان يبقى عندي تامين للاتجاه الاستراتيجي الغربي. خد بالك ان اعاده تمركز القوات البحريه من قاعده لقاعده شيء مكلف، اعاده تمركز قوات بريه او قوات بريه شيء مكلف. القاعده بقت جاهزه لتنفيذ العمل البحري والعمل الجوي، فيها الممرات للاقلاع والهبوط بتخدم على الاتجاه الاستراتيجي الغربي مع قاعده براني العسكريه. هتوقف امام هذه النقطه، يعني حضرتك لو احنا متمركزين في راس التين مثلا قوات ايا كانت بقى بريه بحريه الى اخره، عشان انقل نقل قوات عسكريه من مكان لمكان ده تكلفته عاليه. ايوه فيها تكلفة. لكن لو انا انشات مكان تاني او مقر او ما يسمى بقاعده التكلفه هتقل او هامش الحركه والتامين بتزيد. الله يبارك لك، انت كما لو كنت انت دارس علوم عسكريه وبتتكلم كلام عسكري ومنطقي. علي صوتك عشان اداره القناه تعرف بس. اداره القناه عارفه ومتمسكه بيك. الله يخليك يا حبيبي، اتفضل. وبتقول لك لا الراجل ده كفايه ان الناس حباه وبتسمعه وبتصدقه. الحمد لله. في حد ذاتها ان الناس تسمعك وتصدقك. الحمد لله. انا بيعجبني دايما وزير الدعايه في حكومه ادولف هتلر كان اسمه جوزيف جوبلز. اما قال اكذب 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 حتى يصدقك الناس. او قال ايه؟ اعطيني اعلاما بلا ضمير اعطيك شعبا بلا وعي. صح. عشان كده اما الناس تصدقك والشعب المصري ذكي مهما تحاول تضحك عليه وتقلوظه ما بيتقلوظش يا استاذ محمد. صح صح. كل اللي بيعمله بيقلب القناه. صح. وانت افضل قلوظ طول الليل زي ما انت قاعد في مكانك ودور على اللي يسمعك. ما علينا، نرجع للقاعده البحريه. القواعد البحريه اللي انتشرت سواء في البحر المتوسط او البحر الاحمر بتمثل الانسان المصري اضافه يجب ان انبه لها. القوات المسلحه اعتادت وهذه مسؤوليه شلناها من سنين طويله، تواجدها في اي مكان يمثل في البدايه امتداد اذرع العمران في هذا الاتجاه. يعني هل يا ناجي بعد سنين قريبه ان شاء الله الاقي ان في منشات زراعيه وسكنيه وتعليميه وصحيه موجوده في منطقه جرجوب وجنوبها وغربها وشرقها؟ الاقي في خط وصل وهمزه وصل ما بين برنيس في جنوب مصر واسوان؟ هيتمد زراعة عمران هنا وهنقل الثقافة والحضارة والعمران وهرسم خريطة مصر كمان 200 و300 سنة عشان الأجيال. هل ده سيادة اللواء اللي كان موجود عندما صدر قرار إنشاء القوات البحرية في راس التين؟ كانت المنطقة معزولة؟ يقينا لما انشأت البحرية في راس التين زي ما بقول لحضرتك أستاذ محمد إن التهديدات كانت يدوبك يناسبها هذا طبعا على قدها. صحيح. على قدها. بس عايزين نقول في هذا التوقيت مصر كانت بتتمتع باسطول يصل لفي اعالي البحار، يعني ايام محمد علي باشا. يعني الله عليك، الله عليك يا ابن مصر يا جميل. انت طبعا عشان محمد علي ماشي مع محمد طبعا. علي خير عجبك انت النغمه دي قوي. انا هخلي الناس كلها تترصدك يا محمد علي. طيب محمد علي استند على حاجة رئيسية أنا عايز أوصلها في نهاية حواري. إيه هي؟ الإنسان المصري.
محمد علي ده معاه اما جه مصر جه زي كل ما العثمانيين يروحوا يحكموا دوله بيجيبوا كتيبه بعساكرها وضباطها من الدول اللي حكموها قبل كده عشان يسيطروا بيها على الدوله الجديده. نعم. جابوا محمد علي ده من ألبانيا في دوله في اوروبا عاصمتها تيرانا، وجابوا محمد علي بكتيبته مع زي مع كتائب اخرى من دول اخرى. نعم. اما عاش مع المصريين راقب الانسان المصري اكتشف له مواصفات غريبه قوي. الله، ده غير اللي في تركيا وغير اللي في اوروبا. الانسان ده مش طبيعي، بس امكانياته وقدراته غير عاديه. طب انا هعمل بيه الاتي: انا هعمل مصر العظمى، انا هخضر مصر كلها وهعمل ترع وريحات وقناطر وزدود وخزانات، وهشوف الميه دي جايه منين، انا بعت قواته لحد ما وصلت المنابع. ثم حقق انتشاره وعمل الاسطول اللي وصل بيه لجزر المورا سنه 1825. اما اوروبا انتبهت: الله، هو محمد علي قدر يوصل لجزر المورا اللي هي جزء من اليونان بالكتيبه اللي معاه ولا بالاسطول المصري؟ لا، ده بالاسطول اللي عمله بالانسان المصري والقاعده الصناعيه اللي عملها في مصر بالانسان المصري وبقدرات الانسان المصري، مش بالكتيبه اللي معاه. ويمين الله، مصر لازم تقعد في استعمار فرنسي انجليزي فقر جهل مرض خلافات عقيديه رتم طائفيه، انا هحطكم مصريين في سجن مش هتخرجوا منه عمركم. على فكره دايما بقول جيل اكتوبر رغم ما انجزوا الا انه لم يخرج مصر من سجنها. جيلكم يا محمد يا علي دلوقتي اللي انتوا بتعملوه دلوقتي يا مصريين، انتوا بتتحركوا لاخراج مصر من السجن اللي اتفرض عليها من سنه 1825 اما محمد علي خرج بالاسطول المصري ووصل لجزر المورا عشان يسيطر وتم ضربه المدني. عشان كده الانسان المصري هو ده اللي انا عايز اوصل له معاك، هو اللي عنده هذه القدرات اللي يقدر اعمل بيه كل اللي يخطر على باله، اللي اقدر بيه ابني قواعد، اقدر بيه انقل له ثقافه التسليح ايا كان تنوعه وتطوره وايا كانت امكانياته، اللي ممكن بيه اقدر اعمل التامين الفني لكل القطع اللي بشتريها من بره، واللي ممكن بيه اقدر اشارك في جزء بالتصنيع عشان مستقبلا انا محتاج حاجتين: ازرع واكل الانسان المصري من درعه ومن قوته، وابنيه واعمل له سلاحه اللي يامنه. يبقى انا نفذت امر رب العزه لما قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. اذا عملت الحاجتين دول يا استاذ محمد، يبقى انا امنت مصر تماما السنين اللي جايه، واولادك واحفادك ان شاء الله مش هيحتاجوا يمدوا ايدهم لاي قرض من الخارج بفضل الله باللي بنخططه النهارده ونسعى في تطبيقه وتنفيذه على المدى البعيد. ممكن مش الحكومه دي بتنفذه، انما حطينا الاساس للحكومات القادمه ازاي تحط رجلها على اول السكه وهي مؤمنه ومطمئنه الى المسار استنادا للانسان المصري. متفق معاك سياده اللواء، بس عايز اراجع معاك حاجات تتعلق ب 3 يوليو. ايه المعنى او رمزيه ان انا اسمي القاعده 3 يوليو وبالتالي افتتحها في 3 يوليو؟ 3 يوليو كانت من 8 سنين بالظبط اللي حصل الحوار ما بين الرئيس اللي اتعزل محمد مرسي والعسكريين المصريين اما حاولوا معاه من 12 نوفمبر 2012 يقولوا له مصر بتضرب في بعضها، هنقعد مع بعض نتكلم كلمتين، يمكن احنا افترضنا من الكلام ده امبارح عشان المصريين مختلفين قوي، وقالوا اقعدوا وفجأة لا ما تقعدوش. ثم تمرد دزة الشارع، البلد بتغلي. صحيح يا سيادة الرئيس، القرارات اللي بتاخدها وبترجع فيها تاني يوم تفضيحة بجلاجل. يا سيادة الرئيس اللي بتعمله في مؤتمر سد النهضة يوم 4 يونيو سنة 2013 ده انت اعلنت الحرب على دولة على الهواء مباشرة. على الهواء يا سيادة الرئيس، الكلام ده ما ينفعش. لا 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 ينفع يا سيادة الرئيس، البلد هايجة مش هايجة يا سيادة الرئيس، انت اخونت الدولة في المحليات. لا طبعا كانوا بينفوا اخوانة الدولة كل وماله، ينفوا الشعب المصري. انا قلت لك صبور وحمول قوي، بس ساعة ما بيهيج يلا سلامة، بياخد في وشه كل اللي يقف له. عشان كده لما وقف ويوم 30 يونيو ونزل شعب مصر 37 مليون في 27 محافظة، الله عليكم يا أولاد مصر، وقالوا للقوات المسلحة انزلي، انت ما تقعديش في سكناتك، انت بتعملي ايه في السكنات؟
ده انا صارف عليك ومكلفك دم قلبي عشان تنزل مع وزيك. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. نزلت القوات المسلحه واكد الكلام ده وزير الدفاع يوم في خطابه يوم 3 يوليو اما كان كل رموز مصر موجوده في اللقاء المذاع في المنصه وهو لابس الاوفرول ومكلف من شعب مصر بتنفيذ المهام اللي نزل فيها شعب مصر يوم 30 يونيو وقال له انزل يا فتح يا سيسي نزل القوات المسلحه تلم كل اللصوص. حاضر يا فندم، قدمنا التحيه لشعب مصر. انا بقدم التحيه لشعب مصر، وزير الدفاع القائد العام ادى التحيه لشعب مصر ونزل نفذ اوامره في لا زمن. نفذنا الاوامر واول ما تنفذت الاوامر القوات المسلحه رجعت سكنتها. يوم 3 يوليو كان الكلام اللي عطلنا فيه الدستور، وعشان ما حدش يقول لك القوات، اصل القوات المسلحه حب الحكم بتهرو للحكم اطلاقا. احنا جبنا الراجل المحترم الله يصبحه ومسيب كل خير اسمه عدلي منصور. تعالى خلينا نذكره بكل الخير النهارده ونبعت له تحيه من مصر فندي. رئيس مصر السابق اللي تولى حكم مصر في سنه شديده الصعوبه المستشار عدلي منصور. الله يبارك له ويديله الصحه وما يسيئه في حد من ناسه ابدا. بيعجبني اتنين قوي في تاريخ المصري، التاريخ العربي القريب، واحد اسمه صوار الذهب، الفريق صوار الذهب عبد الرحمن صوار الذهب في السودان اما قال هي سنه واحده وشيلوا الشيله، انا مش هقف قدام ربنا شايل مسؤوليه غيري. والمستشار اول حاكم عربي يترك الحكم طواعيه يعني. الله يكرمك يا استاذ محمد. والمستشار عدلي منصور اما قال ما اقدرش اشيل مسؤوليه مصر، هقف قدام ربنا اقول له ايه؟ انا كنت مسؤول عن مصر، انتوا كلفتوني بمهمه رسميه، انا جيت لي ان انا ما اقدرش اقول لا، انا خدام الشعب المصري زي ما المصريين بيدوني مرتب وبيامروني انا جيت انفذ. انتهت السنه وانتوا توليتوا الانتخابات، اتفضلوا بس انا ما عنديش قدره اكمل، ما عنديش هذه الجراه. هرجع ليه رمزيه 3 يوليو النهارده وانا بختم حواري مع حضرتك. اي فندم بتقول يا حضرتك؟ رمزيه 3 يوليو النهارده اللي هو القاعده اتسمت ب 3 يوليو وبالتالي افتتاحها كان النهارده 3 يوليو. ايه المعنى؟ المعنى الانسان المصري متيقظ ومتاهب لكل من يفكر، كل اللي يحلم انه يفكر يقرب منك يا مصر، من جوه مصر او من بره مصر. ادوات اللي كانت متوظفه ومتجهزه ومتجنده لاخوان في مصر واللعب في مصر اتقطعت. 3 يوليو بيقول كل اللي عايز يقرب من مصر يفكر مره واثنين وثلاثه. الشعب ده كل يوم بيكتب تاريخ جديد، ان كان كتب في 52 ثوره، ان كان كتب في 73 تاريخ جديد، ان كان بيكتب النهارده في 2011 2013 تاريخ ثاني، وكل بنكتب التاريخ رهانا بالانسان المصري. يا ابن مصر اللعب عليك وانت قادر على تفاهم هذا الامر وقادر على خوض المسيره، وان شاء الله بتكتبوا تاريخ يا مصريين 30 40 سنه هيعدوا وهتقفوا قدام ولادكم واحفادكم وتقولوا احنا كتبنا التاريخ، احنا حافظنا على مصر، احنا اللي سجلنا اسمنا في كتاب التاريخ. ان شاء الله ربنا يدينا الصحه والعمر. اللهم امين. انا بشكرك اللواء اركان حرب ناجي شهود على